يا مرحبا، أراك من أضرب على شبكة شارديوم، آخر فرصة لك، قرب الانطلاق جدا، راح نشوف طريقة التسجيل مع بعض، فيلا بينا على الشرح. وقبل البدء لا تنسوا دعم الاشتراك وتفعيل زر الجرس على قناة التليجرام للتحديثات، كذلك بعد ساعة من الآن راح أكون لايف على قناتي كريبتو أليرت تليجرام لأي سؤال. طبعا شارديوم أنا تكلمت عليه شي 5 فيديوهات أو 6 قبل سنة هنا، أوكي عندي 2 فيديوهات هنا، كل 6 أشهر وهنا 7 أشهر وهنا 3 أشهر. اليوم عندك آخر فرصة لدخول للشارديوم، يعني راح أراويكم إثبات أنه راح يكون سناب شات متى بالضبط، وراح نشوف طريقة التسجيل في جميع الإيكو سيستم، لأنه إذا رحت على محفظتك راح تحصل البلوكشين كله انحذف ونعاد ريست من جديد. إذا رحت للموقع الخاص بهم الرسمي راح تروح على المانيت ران ماب، أوكي راح يحاولك إلى الموقع هذا، راح يبين معك الخطة الخاصة بهم عند انطلاق إن شاء الله المشروع. فعندنا هنا سناب شوت اند ريكوفري سيستم، اذا ضغطنا عليها راح يبين معاك، وهنا راح يبين معاك التواريخ، التواريخ من اكتوبر 2 اكتوبر 2023 الى نوفمبر 19 2023 راح يكون سناب، تمام. والدبلاش يعني المنت الخاص بهم راح يكون ديسمبر 3، يعني في الفترة من اكتوبر الى 19 نوفمبر لازم تكون مخلص يعني سوابات والكواليتي وكذا اللي راح نشرحها ان شاء الله، اوكي. اما بالنسبه للفاليداتور اصحاب النوت اللي كنت انا شرحت في قناه كريبتو اليرت هنا، هنا شارد يوم نوت اير دروب، فكذلك راح يكون كذلك يوم 10 لانش حق الفاليداتور، اوكي. وكذلك هنا يقولك سناب شوت خاص بالفاليداتور يكون كل 10 دقائق، يعني كل ما انت مسوي نوت اكثر كل 10 دقائق سووا عليك سناب شوت، تمام. بخصوص الناس اصحاب التسنت ما نخبرتكم من اكتوبر الى نوفمبر من 2 إلى 19 تكون خلص التسنت بإذن الله، هما مش شيء رسمي ما قالوا شيء، ولكن هاي الوايت بيبر خاص بهم واللي قريناها الآن. فشو راح نحتاج عشان التسنت؟ لازمك محفظة ميتا ماسك، طبعا هذا مجاني جدا، وإن شاء الله راح يكون توكن انطلاق، التوكن راح يكون 50% لأصحاب النوت الفاليداتر من التوكن، و5% يعني لأصحاب التسنت، تمام، للكوميونتي. فتمام، اذا شو راح تحتاج؟ راح تحتاج chainlist.org، وبعدها راح تحتاج ميتا ماسك خاص بك، طريقه الاضافه، اوكي. راح تحتاج هذا شارديوم، عندك الاول حق الفاليداتور والثاني حق الناس اللي راح تشتغل بالتسنت. طيب اللي راح تشتغل بالتسنت لازم تضيف هذه الشبكه، تمام، ليبرتي 2 اكس، راح تيجي هنا شارديوم وتدور على ليبرتي 2 اكس، تعلم على تيست، هذه هي، اوكي هذه هي، راح تسوي لها اد تو ميتا ماسك بهذا الشكل، وراح يعطيك الاد، انا اوريدي خلاص مسويها. اما بالنسبه هذه خلاص الاولاني احنا كنا سوينا فيها تيست زمان، صرنا الان في الثاني او الثالث لانه كان في قبل كذلك، هذه حق الفاليداتور الناس اصحاب النود، تمام، اوكي. يعني انت راح تضيف لي هذا، وبعدها راح تنتقل الى الديسكارد، راح تروح تاخذ محفظتك بهذا الشكل وتروح على التسكر الخاص بهم، عندك هنا داب فوسيت أصحاب اللي تستر اللي راح تسوي التست، راح تسوي سلاش وبعدها فوسيت وبعدها فراغ وبعدها الأدرس وبعدها إرسال، راح يعطيك يقول لي أنا لازم أنتظر 8 ساعات، أنت راح يعطيك 15 قطعة راح تيجيك على الميتا ماسك. والآن ننتقل إلى طريقة الاشتغال معنا أول موقع، هذا هو طريقة الاشتغال، راح نشتغل بشارديوم ما عندهم فوسيت، راح تربط المحفظة بهذا الشكل disconnect، اوكي ميتا ماسك، راح يبين معك الرصيد، وهنا راح تحول العملة من شارديوم الى هذه العملة، على سبيل المثال مثلا 0.1، لان احنا راح نحتاج العملة هذه، confirm، انت حول واحدة لان انا سويتها قبل عشان اراويكم كيف الطريقة، فننتظر ميتا ماسك، تسوي 1 قطعة فراح تجيك بهذا الشكل ميتا ماسك confirm، انتظر لحظات، هنا راح يعطيك باندين، لما تصير معك ترانزاكشن راح يبين معك الرصيد، فتمت العملية بنجاح وراح يبين معك بهذا الشكل، نرجع راح يبين معك الرصيد هنا. طيب عندنا البول، راح نروح على الاد، اوكي نختار من عملة هذه ماكس، راح نشوف كم راح يعطينا شارديوم، ابروف هنا، راح يعطيك الصلاحية هذه اللي تشوفها، طبعا راح نخليها قطعة واحدة فقط، ونكس وابروف، ننتظر، اوكي ابروف، تمت، فهمتني الان،
اوكي هنا تمت خلاص تمام. وبعدين راح يبين معايا بهذا الشكل، ننتظر لحظات فقط عشان نعطي add quality. هذه هي confirm add quality confirm supply تمام. اوكي الفيديو راح يكون شوية طويل لأنه راح ندور عليهم كلهم. confirm تمت العملية بنجاح معي. الآن ننتقل إلى بورتفوليو الخاص بنا account، راح نشوف راح يعطيك فقط الاكسس. ننتقل إلى البول بعدين import وبعدين راح نجيب يعني هذه اللي سويناها قبل شوية تمام. وبعدين manage this pool فراح تبين معك بهذا الشكل. بعدها راح تعطي remove، راح نسوي remove لشوية يعني 1% فقط من القيمة. راح نعطي الابروف، كل هذا فقط عشان نطلع الترانزاكشن عندنا في البلوك الخاص بهم. ننتظر ميتاماسك، الموقع شوية ثقيل راح لازم تستحمل شوية عشان تتم المعاملة. راح نخليها احنا فقط 1، ما تعطي اكثر. next والابروف. وبعدها عندنا كلمة confirm withdraw، بعدها confirm، ننتظر لحظات ونعطي كلمة confirm تمام. الغاز فيه صار يطلع شوي لأنه يعني عليه ضغط أكيد. وهنا transaction submit وخلاص خلصنا أول موقع. ننتقل لموقع آخر، معنا الموقع هذا تاور سواب فاينانس، راح تدخل عادي طبعا يدعم زيتا شين، وعندك شارد يوم هنا تسند وفاليداتر والكواي ايرون. فاحنا راح نسوي فقط اكسشينج حق طبعا شارد يوم. فعندك هنا شارد يوم تمام، هنا مش معطيه ولا فوسيت ولا شيء، ولا خلينا نشوف هاي الفوسيت. راح حولنا الى شارد يوم فوسيت، لا ما نريده خلونا هنا. راح نروح على شارد يوم بهذا الشكل وبعدين نسوي لها وراث البالانس هذا تمام. ننتظر لما يبين معاي هنا، فنضغط على كلمة وراب بهذا الشكل فراح ندفع هذا الفيز confirm. وتمت العملية بنجاح خلاص. اوكي هذه هي داخل متاماسك، يعني الموقع تقيل انتو عارفين عليه ضغط. الان تمت العملية بنجاح، خلصنا من هذا الموقع. نشوف مواقع اخرى، المواقع اللي ما راح تشتغل راح اخليكم اياها تحت، اقول لكم هذه ما اشتغلت وهذه اشتغلت. عندك الموقع هذا اشتغل يعني في الوراب تمام، يعني الآن صار معايا بالانس. بإمكانك تضيف هذه كواليتي أو خليها مثلا هنا هذه كواليتي كالعادة. نختار التوكن تمام، وواحد هنا واحد هنا تمام. ننتظر، فشكله مش شغال. أوكي أنا انتظرت كثير مش شغال. فعندنا هذا الموقع كذلك مش شغال، يمكن على الإصدار القديم. كذلك هذا الموقع على الإصدار القديم، يعني الإصدار البلوك القديم. الآن إحنا في البلوك الجديد قاعدين نجربه. أوكي هو بيحولنا إلى الإصدار القديم اللي جربناه في الفيديوهات السابقة، فخلاص نخليه ونشوف الباقي. فعموما عشان تركزوا معي، طيب عندنا هذا الموقع شغال وهذا الموقع شغال كذلك. أوكي الموقع اللي مش شغالين عندك هذا وهذا وهذا، يعني لسه ما تحدثوا للفيرجن الجديد حق البلوك. الآن راح نسوي كونتراكت موجودة، راح نسويها الآن في remix.ether.org. شوفوا الطريقة معي، راح أخليلك هذا الملف. طبعا هذا كونتراكت حقيقي، انت راح تغير فقط اللي راح أقول لك عليه. ركز معي، راح تسوي له كوبي بهذا الشكل وترجع إلى remix الخاصة بنا هنا. طيب نبتدي من جديد عشان الناس تفهم كيف الطريقة. شيل كوكيز اوكي عشان ابتدي معكم من اول جديد. راح نعطي اول شيء accept next وبعدين next وبعدين done. وبعدها راح تيجي هنا لخانة هنا create new file، راح تكتب اي شيء. مثلا انا راح اكتب crypto.sol، انت اكتب اي شيء نقطة sol enter، راح يبين معك. راح نحط الكونتراكت الخاصة بينا او العقد الذكي خاص بينا. راح تغير لي انت نيم هذا، غيروا لي اي عملة اخرى او عملة من عندك، لان هذا الكونتراكت حقيقي ممكن تشتغل فيه حتى في انشاء عملة رقمية حقيقية فاهمين. فهنا غير كذلك السيمبل خاص بك، خليها 18 وخلاص تمام. وبعدين راح تيجي شو، راح تيجي على الخانة هذه
وبعدها compile crypto.sort، راح يبين معك علامات صح. تيجي هنا راح يبين معك inject provide metamask، تضغط عليها لين يبين معك بهذا الشكل. بعدين تكون على شاريوم، ركز معي عشان يكون عندك عقد ذكي داخل شاريوم. deploy راح يبين معك هنا pending، ننتظر لحظات راح تكون عندك أول عقد. وهذه تمشي حتى الناس اللي سألوني على سكرول، خذ هذا العقد وغير هنا وهنا وكون على شبكة سكرول ويمشي confirm. تمام، ينتظر. فتمام contract confirm، لازم وقت هنا في الريمكس عشان يبين confirm هنا وخلاص، يعني لازم وقت شوية يعني ربع ساعة كده تخليه مفتوح لين يبين معك علامة صح. اوريدي هي في الشبكة خلاص contract هنا، هاي الفيو explore transaction كل شيء. وراح تدخل الديسكارد اذا كان ريفيو او شيء تكتب لهم، وراح اخليكم مواقع تحت اللي مش شغالة لكم، هذه مش شغالة ولكن يوميا تشيك تشيك. واكثر شيء تشتغلوا عليه هذا الموقع، يعني تطلع فيه تريد سوابات كل شوية كل شوية. وبعد ساعة من الان بكون لايف، اذا عنده اي سؤال حيا الله على قناتي التليجرام. هذا الشكل، نشوفكم على خير فيديوهات لاحقة، مع السلامة.